أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى كلام مسؤول. سوداتيل هي واحدة من الشركات الرائدة في عالم الاتصالات وخدمات الهاتف الثابت والمحمول. تأسست هذه الشركة في العام 1993 مملوكة للحكومة السودانية بنسبة 30% ولمستثمرين سودانيين بنسبة 21%، فيما يمتلك مستثمرون أجانب 49% على رأسهم المستثمرين الإماراتيين، وهي مدرجة في بورصتي الخرطوم وأبو ظبي، لتأخذ بالتوسع في السودان وخارجه من موريتانيا إلى غينيا مرورا بالسنغال وغانا، وهي أحد المشغلين لخدمات الهاتف المتنقل في السودان عبر ذراعها للاتصالات المتنقلة شركة سوداني. أين وصلت هذه الشركة اليوم؟ ما هي آفاقها واستراتيجية الشركة للفترة المقبلة والتحديات التي تواجهها في هذه الجولة من كلام مسؤول مع ضيفنا المهندس طارق حمزة زين العابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل. دعونا إذن نأخذ لمحة عن هذه الشركة ونتعرف أكثر على رئيسها التنفيذي قبل أن ندخل في مضابط الحوار. $267 مليون حجم الاستثمارات التي تعتزم سوداتيل انفقها حتى عام 2020 لتطوير قطاع الاتصالات في البلاد. هذا ما صرح به رئيسها التنفيذي على هامش منتدى الاستثمار السوداني الإماراتي، موضحا أن شركته تستهدف زيادة قاعدة مشتركيها بنحو 35% خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 16 مليون مشترك مقارنة مع 12 مليونا في الوقت الحالي. كما أوضحت شركة الاتصالات السودانية والتي يشمل مجال عملها بالإضافة إلى السودان كلا من موريتانيا والسنغال وغانا وغينيا كوناكري والإمارات، أوضحت عزمها على التخارج بحلول نهاية العام من غانا بعد سلسلة خسائر طالتها خلال السنوات الثلاث الماضية. شركة سوداتيل المدرجة في كل من بورصة الخرطوم وسوق أبو ظبي شهدت عام 2014 تحولها إلى الربحية بعد أن حققت نحو $50 مليون أرباحا صافية مقابل خسائر بنحو 17 مليونا تكبدتها خلال عام 2013. كما استهلت الشركة عام 2015 بتحقيق أرباح فصلية بلغت نحو $10 ملايين والإعلان عن نيتها العودة إلى التوزيعات النقدية على مساهميها بعد غياب دام نحو 3 سنوات. ويشكل السودان مصدر إيراداتها الأول بنسبة 62%، بينما تشكل الدول الإفريقية الأخرى بالإضافة إلى الإمارات النسبة المتبقية. سوداتيل التي يبلغ حجم أصولها نحو $1.2 مليار كشفت مؤخرا عن عزمها التوسع في أسواق جديدة في الدول الإفريقية لتحقيق نمو عائداتها الخارجية بحلول عام 2020. ومن جديد بالتأكيد أرحب بالمهندس طارق حمزة زين العابدين وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل للاتصالات، طبعا لحضورك معنا هنا في استوديوهات CNBC عربية. كنا بالتأكيد تابعنا نتائج الربع الأول للشركة، تحولتم أخيرا إلى الربحية من بعد ما قامت الشركة بتقريبا النصف الثاني من العام الماضي ببيع وحدة غانا. نتائج الشركة للربع الأول وبيع هذه الوحدة، هل تخرجتم بالكامل وكيف كان التأثير؟ طيب شكرا جزيلا. بيع غانا هو يعني منذ السنة الماضية أعلننا بيع غانا، وهو كان أحد الأسباب لهذه الربحية ولم يكن السبب الوحيد، لكن الربحية تعود أيضا إلى الضغط في المصروفات التي طالت أو ذهبت إلى أكثر من 28% ضغط في المصروفات.
وكذلك قد قمنا بزيادة في الإيرادات، وزي ما بنقول أصبحنا يعني زدنا الإفشنسي بالنسبة للعمليات داخل وخارج السودان. بيغانا الآن تم تحويل 18% إلى المشتري الجديد، ونحن إن شاء الله حتى نهاية العام سنقوم بتحويل الملكية كاملة، وذلك يعتمد على بعض الإجراءات القانونية وبعض إجراءات الدفعية للمشتري الجديد. يعني تخرجتم تماماً؟ نعم. لماذا دخلتم إذا تخرجتم بعد فترة قصيرة من غانا؟ لم يكن السوق مجدي لكم؟ هي ليست بفترة قصيرة، عندما قامت سوداتيل بالتوسع خارج السودان قامت بالتوسع في 5 دول إفريقية، هي كانت نيجيريا وغانا وغينيا كوناكري والسنغال وموريتانيا، و يعني معظم الأعمال والتجارة ربح وخسارة. فوجدنا أن في العام 2012-2011 قد قامت الإدارة التنفيذية حينذاك والرئيس التنفيذي حينذاك ومجلس الإدارة قاموا ببيع نيجيريا على ما أظن لبعض الخسائر التي طالت نيجيريا، وعندما يعني تسلمنا مغاليد هذه الشركة في العام 2014 في منتصف العام 2014 وجدنا أن هنالك توصية من مجلس الإدارة السابق لبيع غانا يعني لكثير من الخسائر التي سجلتها غانا، فقمنا بسرعة كبيرة جدا لأنه نحن نسغ الآن توجهنا أن أي مركز خاسر سوف نقوم بالتخلص منه تماما ولن ننتظر، لأنه الترند في الإيفوليوشن مثل الاتصالات سريع جدا والماركت لا يستطيع أن ينتصر. نعم. فيما يتعلق مهندس طارق بالملكية لهذه الشركة، وأنت تعلم أنها موزعة ما بين الحكومة السودانية حوالي 30%، هناك 21% لمستثمرين سودانيين، 49% لمستثمرين أجانب معظمهم أو على رأسهم دعنا نقول من الإمارات، هل هناك أي خطط لتغيير هذه الملكية؟ أولا بدءا يعني أريد أن أحيي كل الذين استثمروا في سوداتيل في سنوات مضت وما زالت ثقتهم عالية في سوداتيل، لأنه لاحظنا أن يعني هنالك كثيرين الذين استحوذوا أسهم في سوداتيل في عام مضت ما زالوا يحتفظون بهذه الأسهم، وكذلك بلغت قيمة الاكتتابات كانت 5 اكتتابات دفع فيها المساهمون حوالي 570 مليون دولار، ولكن دفع سوداتيل في المقابل في شكل ديفيدند أو أرباح 1.7 بليون دولار 1.7 بليون دولار أي 3 أضعاف ما دفعه المستثمرون، وهذا إن دل عشان إنما يدل عن هذه الشركة قامت برؤية ثاقبة وخاصة التوسع الخارجي وكذلك التركيز داخل السودان، لأن ما نملكه من إنفراستراكشر أو أسد داخل السودان هو كبير جدا. فالتحية لمستثمرين ومساهمين سوداتيل، نعم تملك الحكومة السودانية تقريبا بأزروعها المختلفة 30%، ولكن يملك المستثمر الأجنبي 49% منهم 33% هم مستثمرين من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهم حوالي 2000 مستثمر يملكون أكثر من 350 مليون سهم في سوداتيل. من هنا التحية للإمارات، التحية لشعب الإمارات، والتحية لحكومة الإمارات التي حقيقة يعني لها ثقة متزايدة في الاقتصاد السوداني. طيب خلينا ننتقل إلى تصريحاتك الأخيرة بأنه الشركة تنوي زيادة رأس المال، ما هي النسبة التي تنوون زيادة رأس مالكم بها، وإلى أين ستتوجه هذه الزيادة أو عن أي طريق؟ نحن أصبحنا نتحدث عن استراتيجية عامة حتى العام 2020 أو 2020، وإن شاء الله في أثناء ال5 سنوات القادمة حتى 2020 سوف نستثمر حوالي 267 مليون دولار. هذه 267 مليون دولار حوالي 30-40% منها إن شاء الله سيأتي من الإكويتي أو من الأرباح المستقبلية المتوقعة، وكذلك سيأتي من بعض التوقعات لزيادة رأس المال. نحن نتوقع زيادة رأس المال، وباقي النسبة يعني التوقعات إن قمنا بزيادة رأس المال لأن هذا يخضع لكثير من الإجراءات، واحتمال نزيد رأس المال بحوالي 15% من أصل 1.2 من أصل 1.2 مليار و200 لأنه رأس المال المصرح به هو 2.5 بليون دولار 2.5 بليون دولار، فبالتالي عندنا 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 ويندو واسع جدا أو إنه نزيد رأس المال، ولكن كما قلت هذه توقعات يعني تخضع لكثير من الإجراءات. لأن هناك تمويل بنكي لهذه
التوسعات نتحدث عن 267 مليون دولار. نعم. حتى 2020. نعم الباقي باقي النسبة سوف تكون من بعض البنوك السودانية أم الأجنبية؟ جزء منها كبير من البنوك الخليجية وبعض البنوك السودانية والبنوك الصينية وكذلك من الفندر أو السبلايرز الذين يعملون في الشبكة الآن هي بعض الشركات الصينية كذلك سوف يقومون بتمويل أو غاموا بالفعل بتمويل جزء من هذه 267 مليون دولار. كيف ستكون كيفية التمويل؟ نعم كيفية التمويل؟ سوف حتكون على بروجكت بيزس. نعم حتكون كبروجكت بيزس بروجكت فاينانس اللي حتكون على البروجكتس فلنا بعض التوسعات سواء كان في توسعات على مستوى التكنولوجي او على المستوى التشغيلي وهذه ان شاء الله ستمول بيز على البروجكت او المشروع المحدد. نعم مهندس طارق انت تعلم ان السودان يعاني احيانا من تذبذب العمله المحليه وتراجعها في بعض الاحيان، هذه المساله تقلق بعض شركات الاتصالات التي تعمل جنبا الى جنب معكم في السودان مثلا وهي شركات اجنبيه بزين او ام تي ان الى ما ذلك. الى اي مدى انتم في سوداني ذراعكم للاتصالات المتنقله في السودان وسوداتيل بشكل عام تعانوا ايضا من هذه المساله؟ هل ثمت اجراءات تحوطيه؟ نعم دون التذبذب في العمله هو شان اقتصادي يغلق كثير من المستثمرين وكذلك رجال الاعمال. ولكن لحسن الحظ اننا يعني عملياتنا الخارجيه خارج السودان توفر لنا بعض العملات الاجنبيه ولاننا شركه سودانيه او المقر الرئيسي لنا في السودان يمكن بنعتمد على العمله السودانيه كثيرا والتذبذب يمكن حصل بعد انفصال الجنوب ولكن الان نحن نشهد حقيقه استابيليتي كامله جدا في العمله منذ العام نهايه العام 2013. العام 2014 كان عام ممتاز جدا بالنسبه لنا ونحن السؤال كيف سنواجه هذا التذبذب؟ ليس لنا خيار إلا زيادة إيراداتنا والتحكم في المصروفات. يعني لا بد من زيادة الإيرادات ونحن ذلك ما نفعله الآن. فكثير من إيراداتنا بدأنا نبحث عن إيرادات جديدة لأنه الإيرادات التي تأتي من خدمة الصوت ليس لسودتيل بل لكل الشركات أصبحت في تدني وذلك لظهور كثير من الخدمات التي تعرفونها كسكاي بي والواتساب وغيرها. فلذلك سوداتيل تملك حوالي 13,000 كيلومتر بتاعت الياف بصريه. سوداتيل تملك المخارج العالميه وتملك المخرج العالمي في بورسلان الذي افتتحه الاخ الرئيس البشير هذا العام. وكذلك تملك سوداتيل داتا سنتر او كلاودز هي الوحيده من بين الشركات وهي الداتا سنتر الثانيه في افريقيا بعد جنوب افريقيا. كل هذه الانفراستراكشر تمكننا من التحول. نحن جزء من استراتيجيتنا التحول تماما من مجرد مشغل للموبايل الى مشغل متكامل. سوف نركز على جذب كثير من الايرادات من مجال الصحه في الاي هيلث في مجال الايدوكيشن وكذلك في مجال الفاينانس. نحن الان بدانا شغل بتاع الاي فاينانس والاي بانكينج. هذه كلها موارد جديده تاتي في الاتصالات. الاتصالات اليوم تشكل 2% من الجي دي بي او من الناتج القومي. نحن نزعى مع الحكومه السودانيه ومع الشركات الاخرى لزياده هذه النسبه الى اكثر من 6% لانه في كثير من الدول هي تفوق 12%. نعم يعني هناك بعض الملاحظات على شركات الاتصالات بالسودان بشكل عام وبانها تستوعب اكبر عدد من المشتركين يعني لا تساوي او لا تناسب قدرتها بتقديم خدمات جيده. هل انتم فعلا تواجهون هذه المشكله انكم عندكم عدد كبير من المشتركين لكن الخدمات غير كافيه لهؤلاء المشتركين مجال تدني مستوى هذه الخدمات؟ نحن نغير ان هنالك تدني في الخدمه يمكن في الشهور الاخيره وذلك لانه هنالك زياده كبيره جدا في عدد المشتركين. نعم نحن لاحظنا في الاربع شهور الماضيه انه عدد مشتركينا زاد بأكثر من 5% في فترة أربعة شهور وهذا وجدنا أن الشبكة الحالية تحتاج إلى توسعة سواء كانت هذه التوسعة على مستوى الهاردوير أو مستوى السوفتوير. أمام هذا التدني في الخدمات عم تخفضوا شوي الأسعار رح تجربوا تخفيض الأسعار أم ماذا؟ لا هو نحن التدني في الخدمة إذا تدنت الخدمة التي نعطيها للمشترك فنحن لا نقوم لا ناخذ من المشترك اي اموال الا في اطار الكونتراكت او العقد الذي بيننا وبينه وبين ما استخدمه. يعني اذا كانت الشبكه فيها مشكله ولم يستخدم
هذه الشبكة في فترة، نحن سنقوم بإرجاع هذه الأموال له. وكثيرا ما احتزرنا، وكثيرا ما احتزرنا إلى مشتركين نحن هنا حقيقة من حيث يكونوا مشتركين داخل السودان، ويعني نأسف لهم. يعني كثيرا عندما يعني تكون في الشبكة بعض المشاكل نحن لا ننام، يمكن يعني حقيقة نشعر بكثير من الغلق. التحية لمشتركين في السودان والتحية للشعب السوداني. طيب نحن كمان بنحيي الشعب السوداني بما انه موجوده طيبه معنا. خلينا نركز شوي على موضوع التنافس في السوق، في السوق السوداني، ونبقى في الجزئيه المحليه الان. هناك اكثر من شركه، بتحدث عن حوالي 3 شركات بالاضافه الى شركه رابعه تعنى ايضا بقطاع اخر. لما بيكون عندنا اكثر من مشغل دائما ما بيكون هذا سبب الى ضغط هوامش الربحيه، والضغط ايضا على الحصه السوقيه لاي شركه. كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ يعني شركتكم ما هي حصتها السوقية في السودان وهوامش الربحية؟ لأنه أنت كنت عم تذكر عن الأرباح المتأتية من داخل السودان ومن خارجها، بحسب تقاريركم أنتم 60% تقريبا يأتي من السودان و 40% من الخارج، فبالتالي الحصة الأكبر حصة الأسد هي للسودان. نعم، أول حاجة التحية لكل شركائنا في قطاع الاتصالات السودان، أخواننا المستثمرين من دول أخرى. ولكن نعم هنالك ضغط في على مستوى التنافس، يمكن ليس في السودان انما كلها في معظم الدول. والسودان هو يعني فتح ابواب للاستثمار في الاتصالات من وقت مضى يعني، فهذا التنافس يمكن ما يمكننا من التنافس ايضا اننا الشركه الوطنيه، يعني لكل دوله شركتها الوطنيه. في الكويت زين لها شركه وطنيه، في السعوديه اس تي سي شركه وطنيه، في يمكن في الإمارات اتصالات شركة وطنية، كذلك نحن شركة وطنية في السودان. يعني هذه الشركة الوطنية يعني كثيرون من 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 الشعب السوداني يودون استخدام شبكاتنا وشركتنا، ولكن نحن لا نراهن على هذه العاطفة الوطنية، إنما نراهن على المنتج الجيد الذي نقدمه، ونراهن على التكنولوجيا والخدمة التي سنقدمها. نعم هنالك ضغط، لكن أنا سعيد جدا بالحصة السوقية. كانت الحصة السوقية قبل سنوات مضت في حالة بتاعت احتلال. اليوم الحصة السوقية بين الثلاث شركات يمكن هي حصة شبه متوازية أو شبه متقاربة. على كل حال أستاذ طارق، سوف نذهب بفاصل قصير، نتحدث بعده مع هذا النمو كيف ستكون استراتيجية التوزيعات لديكم. تفضل بالبقاء معنا أنت والسادة المشاهدين، فاصل قصير مشاهدينا. اهلا بكم من جديد مشاهدي الافاضل، نرحب من جديد بالمهندس طارق حمزة زين العابدين رئيس التنفيذي لمجموعه سوداتيل. وكنا قبل الفاصل قد المحنا الى مزره التوزيعات، دائما تسعد المساهمين مثل هذه الاخبار. وبالفعل سوداتيل انتقلت للربحيه في العام 2014 $50 مليون بعد خسائر في 2013 2012 $46 مليون و $12 مليون على التوالي. لا نود الدخول في أسباب الانتقال إلى الربحية، لكن حبذا لو ألمحت إليها، نعلم أن التخارج من بعض المحطات الأفريقية كان داعم لذلك، لكن دعنا نتحدث أولا عن توزيعات الأرباح، ولعلكم تعودوا لتوزيعات الأرباح من جديد بعد توقف دام سنوات. كما ذكرت سابقا أننا قد في سنوات مضت قمنا بتوزيع كثير من أرباحنا. من هنا من حي برضو السوق أبو ظبي الأوراق المالية على رأسي الأخ البلوش، الذي يعني قال لي فيما مضى إنه سوداتيل كان يدخل كثير من المساهمين إلى مكتبه ويقولون له أننا اقتنينا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل سوداتيل. الآن تعود سوداتيل للربحية، ولا بد أن تعطي إن شاء الله يعني ترجع لمساهميها مرة أخرى. نحن إن شاء الله ذاهبون في 31/5 من هذا الشهر إن شاء الله للجمعية العمومية، والتي إن شاء الله سوف نقوم بتوزيع أرباح نقدية، سوف نقوم بذلك الطرح للجمعية العمومية، وإن شاء الله ستجيز الجمعية العمومية ما نطرحه لها في أن نقوم بتوزيع أرباح نقدية إن شاء الله، وسوف نقوم كذلك بتوزيع أرباح عينية. وسوف يتجاوز يعني سوف تكون نحن الآن العائد على السهم هو 4.2 من 10. كنا في السنة الماضية كانت خسائر على السهم 1.5 من 10. الآن العائد 4.2 من 10. من هذه 4.2 من 10 إن شاء الله سنعطي أكثر من 25% لمستثمرين ومساهمين، أو أكثر من 1% من رأس المال الكلي. إذا حصريا للسي إم بي سي العربية توزيعات تكون 25 بالمئة. بعد بدنا حصري. أنتم طبعا مدرجون على في بورصة الخرطوم بداية، وأيضا في بورصة سوق أبو ظبي للأوراق المالية. على ما يبدو أن لديكم أيضا بعض الخطط بإدراجات أخرى، أين؟
كما قلنا سوداتيل لم تصبح هي مشكل سوداني، نحن الآن انتقلنا إلى العالمية. إلى إفريقيا وإلى الإقليمية، ويمكن أن نتأتى النسب إلى العالمية. فالتحية لسوق أبو ظبي الذي احتضننا، والتحية لسوق الخرطوم للأوراق المالية. بالأمس الغريب افتتحنا معبر شكيت مع الشقيقة مصر التي نكن لها كل احترام وتقدير، ولا نذيع سرا أننا يعني في إطار بعض التفاهمات هل سنقوم بإدراج هذه في السوق في 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 الأسواق المصرية. يمكن أن يتأتى ذلك، وهنالك سوء الوقت تايم فريم لإجراء كهذا برأيك خلال كورس 2015؟ والله إن جل لا لن يكون في العام 2015، إنما إن شاء الله سيكون فيما بعد ذلك في خلال العام 2016، لكن هي استراتيجية متكاملة حتى العام 2020 أن نقوم بإدراج أسهمنا في أسواق أخرى، هي أسواق في دول يعني يشهد اقتصادها نمو متسارع غير مصر. من هناك كثير من دول الخليج، يمكن أن نذهب إلى السعودية التي برضو حقيقة المملكة العربية السعودية هي نرتبط معها بأكبر الكوابل البحرية بين السودان بور السودان وجدة، كيبولين بحريات ضخمات جدا، ساس ون وساس تو، اللي هو استان لسعودية عربية السودان أو لسودتيل اس تي سي. التحية لشركة اس تي سي اللي هو الشريك لنا. وقد غامز آخر الرئيس البشير بافتتاح هذا الكيبل البحري او الجيت واي المخرج العالمي في هذا الشهر بحضور الاخ السفير السعودي. في مقابله سابقه ما بعرف تحدثتم عن ذلك، البحرين، بورصه البحرين، هل كنا مدرجين في البحرين؟ هل ستعودون اليها؟ وان شاء الله نعود سالمين البحرين. سوف تعودون ان شاء الله نعود سالمين البحرين، لكن السعوديه اتكلم عن السعوديه برضو لنا كثير من الحركه العالميه التي تاتي بينهم من السعوديه. بور السودان نحن نطلق استراتيجيتنا العام 2020 أن بور السودان سوف تكون هي ميناء الاتصالات الإفريقي. بور السودان هي ميناء الاتصالات الإفريقي، اللي هي كثير من الحركة العالمية التي تذهب إلى أفريقيا وتخرج من أفريقيا إن شاء الله ستكون عن طريق بور السودان. التحية لإخواننا في أثيوبيا وفي تشاد وموريتانيا وأريتريا وجنوب السودان وكل دول الجوار. ما حدا زعل منك. نعم. تحيات للجميع. على ذكر 2020، معظم الإيرادات لمجموعة سوداتيل 30% دعنا أن نقول تأتي من إيراداتكم الخارجية، وأنتم تستهدفوا أن ترفعوا هذا الرقم إلى 50% بحلول العام 2020. وأنت مهندس طارق تعلم الآن أن الاتصالات أصبحت عالم آخر مختلف قائم بذاته، وأن مسألة الاتصالات الهاتفية أصبحت لا تشكل ربما رقم مهم بالنسبة للاتصالات. ما هي استراتيجيتكم في هذا المجال؟ ما هي رؤاكم وأنتم تلاحظوا هذا التطور العالمي في مجال الاتصالات؟ هل ثمت موديل بعينه يعني تودوا أن لا أقول تتشبهوا به ولكن تنتهجوا نهجه؟ طيب دعني أولا أتكلم عن أن سوداتيل تشهد الآن مرحلة تحول كلي، أو نحن نسميه بزنس ترانسفورميشن، يتكون من 3 محاور. المحور الأول هو محور الشفافية الكامل، ونحن قد ألينا عن أنفسنا سنة 2014، قد قام بمراجعة تقاريرنا 3 مراجعين، E&Y و HLB والمراجعة العام لحكومة السودان. يعني علينا أن هذا سيعطي المساهمين كثير من الثقة عندما E&Y إيرنسان يانغ و HLB شركات عالمية، بالإضافة إلى المراجعة العام لحكومة السودان. فلترة. نعم فلترة تماما. يعني نريد أن نرسل المساهمين أن هذا كثير من الشفافية، وأن أرقامنا هي سنعطي الأرقام الصحيحة. المستوى الثاني هو على مستوى التحول، حيكون على مستوى التكنولوجي. نحن إن شاء الله سوف نركز على مستوى البنية التحتية في الألياف البصرية، ونملك البنية التحتية كما قلنا المخارج العالمية والصمارين كيبلز، بالإضافة إلى الداتا سنتر. نحن نملك داتا سنتر ضخمة جدا تمكننا أن نتحول إلى مشغل الآي سي تي، أو أن نقدم خدمات كما قلت سابقا ليس هي خدمات الصوت التقليدية. نحن الآن سوف نقدم خدمات تتعلق بثورة البيانات بالبرود باند، فهذا التحول سوف يحتاج منا الأرض لكثير من الاستثمارات، لأنه حقيقة في unlimited require for bandwidth. يعني اليوم هنالك من 7 مليار هو عدد سكان العالم، هنالك 4.6 مليار يرتبطون بخدمة الاتصالات، و 1.7 مليار يرتبطون بالإنترنت. التوقعات حتى العام 2020 أن ترتفع هذه 4.6 مليار إلى 6 مليار.
يعني هي بحوالي 27%، ولكن خدمة الإنترنت من 1.7 مليار سوف تنتقل إلى 4.6 مليار بزيادة 176%. هذا يبين الاتجاه العالمي اللي هو في خدمة الإنترنت، فنحن سوف نستثمر في هذا المجال تماما. الثاني أنه نتكلم عن الديجيتال وورد. نحن ب 2020 الجيل القادم سوف يكون هو جيل الديجيتال حقيقة، يعني الكل يستخدم التواصل الاجتماعي، وهذا الجيل نحن بنسميه جنريشن سي اللي هو كوميونيكيت كونكت اند تشينج. هذا الجيل يحتاج الى موديل مختلف لوحده، يحتاج الى تعاون. انت من هذا الجيل طيب. ايضا خدمه الرايس اوف كلاود سيرفيس، اللي هي الكلاود سيرفيس. الان انا متاكد كل منكم يروح الى جوجل والكلاود. نحن الان الداتا سنتر او مركز البيانات في السودان اصبح يستقطب كثير من البرايفت سيكتور والجهات الحكوميه حتى تقلل التكاليف. نتكلم عن الويرد اوف سمارت فون، ونتكلم كذلك عن النيو بزنس موديل. الموديل الذي يعني نفخر به هو موديل الإمارات حقيقة. هذه الدولة هي الدولة الثالثة عالميا من حيث امتلاك الحكومة للمنتجات المتقدمة تكنولوجيا. الإمارات هي الدولة 24 عالميا والدولة الأولى عربيا في استخدام تكنولوجيا المعلومات للقدرة التنافسية. الإمارات هي 88% من سكان الإمارات يرتبطون بالإنترنت، مع العلم بأن المتوسط العالمي 40%، وهو هناك 88%. وهذه رؤية الإمارات لمجتمع المعرفة. أعلى ترتيب في نسبة عدد السكان المناطق الريفية الذين لهم أكسس على الموبايل هي في الإمارات. هذا هو مزيج. وهذه الرؤية تحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها أم ماذا؟ هذه رؤية تحتاج إلى وقت طويل، يمكن نحن نستهدف جزء منها حتى العام 2020 وما بعد ذلك. هذه رؤية تحتاج إلى تكاتف في الجهود. يمكن الحكومة السودانية في الخمس سنين الجاية نحن نتوقع أنها سوف تقوم بكثير من، خاصة في ظل الانفتاح الحاصل بين الحكومة. هي تحتاج لوقت طويل، لكن نحن يبدو أن زمننا انتهى. فعلا كان حديث شيق وممتع. كل تمنياتنا لكم بالتوفيق والوصول إلى النموذج الذي ترغبونه. المهندس طارق حمزة زين العابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة سودتل للاتصالات، شرفتنا في استديوهاتنا. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذا الحديث الغني. شكرا جزيلا. شكرا.